طول عمري بقول اماكن دفاع شان وما يجيش منها غير وجع الدماغ. خلاص زين بعدين بقى. انتوا رايحين فين؟ يا عم وانا داخل الجنة عايز صاحب المحل. اومر. انا ظابط مباحث زين الجناوي والراجل ده جوز اختي وتقلب كرامته هنا في المكان ده. فعايز صاحب المحل عشان ما اروحش اعمل محضر واقفل لكم المكان ده. تقفل ايه؟ اقفل لكم المكان ده. تقفل المكان ده؟ طب يلا يا بابا اتكل على الله انت والراجل ده. انت مجنون يا ابني؟ ده ظابط بوليس. مش دي المشكلة دلوقتي، دي المشكلة انا هنشر البتاع ده فين؟ ينفع كده؟ ما يعرفش ان اللي هيت ظابط شرطة يبقى حط نفسه في ورطة. عارف شكلهم العيال دول؟ اه تعالى. هو ده واحد منهم ده. اهو هو ده اللي عكسها اللي هناك ده. خد حقك منه. خلاص هو في نفس اصلا. بقول لك خد حقك منه. طب تعال. انت عايز صلاح او اقتنع؟ بص على الوش ده وافتكره كويس عشان ده اللي هيبقى. بس كفايه الواد مات عشان خاطرك يا زين. يلا مرحبا. انا قلت لك انا قلت لك الاماكن دي فيها شطار. دي اخره اللي يشتغل في الاماكن دي. الاماكن دي فيها شطار. صح. حاول ولا قوه الا بالله. قلت لكم ظابط. بالله عليك ما تيجي الاماكن دي تاني. لا انا مش هاجي غير معاك. استغفر الله العظيم واتوب اليك يا رب. بقول لك ايه؟ الخمره على الهدوم بتنقض الوضوء. بس انا كنتش عارف ان جوز اختي بروسلي. مش عارفه في ايه؟ عمال اكلم قاسر وبكلم زين، الاثنين ما بيردوش. انت قلقانه ليه؟ اكيد بيجيبوا حاجه جوزها بينهم جايين. اتصل تاني يا بنتي خلينا نطمن. انا مش فاهمه ايه القلق اللي انتوا فيه ده. اهو جم. مالك يا بنتي في ايه؟ بطل. ايه ده؟ إيه والله والله مخلفه بطل. يا نهار ابيض ابني. مالك انت وشك متشنفط في ايه؟ خير ايه؟ كلها احنا جت سطحيه. سطحيه دي اجيب لك ودي مستشفى. مستشفى ايه؟ مستشفى يا ماما. ايه المبالغه؟ مستشفى ايه؟ ما انا واقف قدامك زي الفل اهو. كلها زي الفل ايه بس؟ بخلقتك دي ده انت مليان دم. احكي لنا يا ابني ايه اللي حصل بالظبط؟ يا بابا خناقه صغيره جدا. الباونسرز بتوع المكان اللي كنا صارين فيه بس غبوا كده فانا علمتهم الادب يعني. الله اكبر. وربنا يا عمي لو مخلف هركليز ما يعمل اللي انا شفته ده. دخلت لقيتهم كوم كل البارنسر دول في المكان. الله هو بايده الشمالي طير سبع. اللي مخلي فريد شوقي مش هيعمل كده. لا ما هو واضح واضح. واضح ان هيركليز كان بيضرب الناس بوشه. انت بتضحك؟ وربنا بطل. اللي انا شفته بعيني ما يتوصفش غير ببطل. انا متاكده ان ابني اسد. انا شفت بعيني. يلا ولا ايه؟ وقت اتاخر ممكن تروحي؟ شكرا. يلا انت بتهزر. انا مش هسيبك كده على فكره. بقول لك وقت اتاخر اكلمك كلها. اتفضلي. باي باي. باي باي طنط. باي باي يا اختي. انت مش عايزه تنامي هنا ولا ايه؟ تصبحي على خير. خلاص بقى زين. انت اخويا بجد والله العظيم. هم بتوع برود اللي لازم يروحوا كل يوم بالمنظر ده. خلاص بقى ايه حضن المطار ده؟ انت هتغيري عليها حتى من اخوكي. عملت اللي انت عاوزه يا زين؟ لا عملت اللي المفروض يحصل. يلا قوم معايا. خلاص اعدام باعدام. اتعدم في حاجه عملتها حاجه على القيمه مش حته خدامه. ايه رايك تعدم في ظابط بوليس؟ لا هو مش اي ظابط ده زين صالح الجناوي. ده انت تتكافئ عليها ده.
قلت لك اخده النيابه معزز مكرم، انت اللي اضطريت ناخده متكلبش ومتهان. انت اللي بديت الحرب يا زين. حاجة مين دي أمرها منك ليه؟ الحكومة يا كبير، طالما فكروا يجيبوني لحد هنا يبقى ما حدش يخرج منيهم على رجليه. أنا شرط إنك تخافي. والنبي والنبي أيوة بقى أنت سلم نفسك يا سيدة سبا. من يوم ما خدمت في جنة وأنا متابعك كنت عارف إن ما حدش هيتجرأ ويجيني لحد هنا غيرك. أنت زين الجناوي. أيوة أنا زين الجناوي. اللي كان هيقتلني يا زيد وأنا شايله إن ابن الكلب ريحته قبض. ما استحماش من 30 سنة ابن الجزمة. شفت يا بنا رفضك كان قرار غير سليم. النهارده اهل البلد كلهم نايمين في امن وبيدعوا لنا وفرحانين اننا خلصناهم من السبع اللي كان مسود عليهم عيشتهم دي. بصراحه يا زين انا ما كنتش موافق علشان بتهورك وجنانك ده.
كنت هتتسبب في موت ناس كتير من أهل البلد ورجالتنا كمان. بس الحمد لله ربنا سترها. يا بي احنا كل مأمورية بنروح على بنبقى عارفين هنرجع منها ولا لا. وبعدين أهل البلد دول كانوا ميتين بوجوده، احنا اللي حيناهم بعد ربنا. انت مش مبسوط ولا ايه يا عزة؟ اتفضل يا باشا. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل يا زبيه. اتفضل يا زين. الله يخليك يا اسماعيل بيه. يا راجل ده السابع ده مطلوب من وانت لسه في الكلية. القبض على اخطر مسجل خطر في اينا النهارده هيدخل فرانك كتير جحورها يا عزت. اشكر المعاون بتاعك يا عزت بيه. لا شكر على واجب يا بيه. وبعدين كله بفضل ربنا ثم تعليمات عزت بيه. طب وربنا لولا انه رفض لولا انه اصريه.